ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد. طبعا بنتأسف عن الفترة اللي فاتت، قطعناها كتير، بس ان شاء الله هحاول بقدر الامكان ان انا موقفش فيديوهات خالص، وان انا افضل مكمل فيديوهات، يعني بدون دخول في تفاصيلكم. انا عندي امتحانات الفترة اللي فاتت، فعلى ما خلصتها وكده، وشوية ملكعة وشوية مش عارف ايه، والزمالك كان بيحرق دمنا كالمعتاد. بس النهاردة مش هنتكلم عن الزمالك وعن الإدارة الفنية وعن كل اللبش اللي بيحصل دلوقتي، احنا النهاردة هنتكلم عن لاعب. فقولوا لي في الكومنتات قبل ما نعرف مين اللاعب كلنا، تحبوا الفقرة دي بأسماء ايه؟ لأن دي هتبقى فقرة أسبوعية هنتكلم فيها عن لاعب كل أسبوع. جميل؟ يعني قولوا، حطوا مسمى للفقرة دي وهسميها بعد كده على طول. هنتكلم عن لاعب نادي الزمالك والمحترف النيجيري ستانلي اوهوتشي. مين هو ستانلي اوهوتشي؟ ستانلي اوهوتشي كان لاعب في نادي وادي دجلة في 2015. جاء وادي دجلة قعد معاهم سنتين، في نص السنة الثانية انتقل، او في بداية السنة الثانية انتقل لنادي الزمالك. هو كان بقاله 3 سنين في نادي وادي دجلة من 2014 لغاية 2016. المهم سوري، الزمالك تعاقد معاه من وادي دجلة ب$900,000، بس مش تعاقد نهائي، تعاقد معاه بنية إعارة بنية البيع. جميل. المهم استني، اهوتشي لعب قد ايه مع الزمالك؟ لعب مع الزمالك 25 مباراة، سجل من خلالهم 6 أهداف وصنع 4 أهداف. من ابرز المباريات اللي لعبها ستانلي اوهوتشي مع نادي الزمالك هو الوداد المغربي في مصر وفي المغرب. الماتش الاول، نحب نفكركم ان الماتش الاول انتهى 4-1، والماتش سوري 4-0 بالظبط، يعني 4-0. والماتش الثاني في المغرب خلص 6-2، ولا كان هم 6-2، احنا نقول 6، ولو في حاجه غلط طبعا قلتها في الكومنتات قولوا لي. فاستانلي اوهوتشي من ابرز اللعيبه الاجانب اللي جم في نادي الزمالك، ما كملش كتير مع الزمالك، كان محترف بجد. جماهير الزمالك كانت تتمنى وجوده، وان اداره الزمالك كانت تقدر انها تخلصه وتتعاقد معاه بصفه رسميه، بس كان ساعتها رئيس نادي وادي دجله ماجد سامي قرر او قال حكم دماغه مع مرتضى منصور، وانه عايز تتعاقد معاه تدفع $3 مليون، وده شيء رفضه مرتضى منصور تماما، لان كان ساعتها ما حصلش البلبله ان اسعار اللعيبه تعلى بشكل مبالغ فيه. فمرتضى منصور رفض ساعتها وقال لا. حتى مرتضى منصور لو انا افتكر له، يعني قال لستانلي احنا تعاقدنا معاه إعارة $900,000، لو هتتكلم معايا ان انا ادفع لك $1.5 مليون، ويبقى كده انت اخد مني 2.5 مليون، وكده تبقى جبرت قوي، لكن 3 مليون كتير، وماجد سامي كان منشف دماغه ومش هيقلل عن كده. المهم، ونروح لتاني ابرز مباراة مع نادي الزمالك هو سان داونز نهائي بطولة افريقيا. من النهائيات اللي انا بجد 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 اتقهرت بسببها. انت طالع من دور المجموعات حرفيا انت كنت اكل على وشك من سان داونز، ربنا سهل لك الدنيا ودخلت في مرحلة ما بعد دور المجموعات، عديت وسلكت، وصلت للنهائي وكان ماتش جامد، والجماهير كانت مالية الاستاد وعملت اللي عليها والزيادة. وللاسف الشديد انت كان ساعتها النهائي بيتعمل اللي هو ذهاب وعوده، فانت كنت خسران على ارضهم 3-0 للاسف الشديد. وجيت هنا ما كسبتش غير واحد، وكميه الفرص اللي احنا ضيعناها لا محدوده لها. الزمالك انا فاكر الماتش ده ضيع كميه فرص. حاجه كمان عايز اتكلم عليها في الماتش ده بالذات، او الجيل ده بالذات، يعني بعيدا عن ستانلي بقى شويه، هنطرف شويه عن ستانلي. الستانلي ده ما كانش فيه لاعب فيه فنيا عالي، يعني ما تقولش مثلا اللاعب ده والله ذكي في ارضيه الملعب، بيتحرك مش عارف ازاي، وبيجي يمين وبيروح شمال وبيسقط ينزل لا لا، مفيش الكلام ده، ما كانش فيه فنيات خالص، هما كانوا على الابيض، بس كان فيهم ميزه بتميزهم عن الجيل اللي موجود دلوقتي، رجاله بيلعبوا باسم نادي الزمالك.
بيلعبوا باسم نادي الزمالك اللي هم شايلينه، فكانوا رجالة في أرضية الملعب، وللأسف الشديد الحظ ما حالفهمش خالص. فزي ما قلت لك انت ضيعت كتير قوي في الماتش ده، بلس كل ده انت ما كانش عندك غير تبديله واحده على الدكه تقريبا، كان ساعتها مصطفى فتحي، وكان شيكابالا بيلعب اساسي لان انت كنت متفائل ان مصطفى فتحي يقدر ينزل يعمل لك حاجه الشوط الثاني، وباقي الدكه مصابه. انت عشان تلعب الماتش ده انت حاطط 4 لعيبه مصابين منهم 2 حراس، كان تقريبا ساعتها مين، كان عمر صلاح تقريبا مش فاكر كان موجود ولا لا، وكان الشناوي مصاب. انت لعبت الماتش ده بجنش، وحرفيا انتهنت نفسك في الملعب، والجماهير مروحه زعلانه ومقهوره، بس بتقول لك انا لعبتي كانت رجاله. طبعا اللي احرز الهدف ده كان ستانلي، وعلى ما اتذكر ان لا من ذاكره تخني يعني ان ستانلي جاب الجون واتصاب، والله ما بهزر، جاب الجون والإعادة جابتها، وهو بيشوط الكورة وهو بيشوط الكورة شاط الكورة وصوابع رجله شاطت أرضية الملعب، فجاله مش عارف ايه في صوابع رجله ولا مش عارف ايه في رجله اليمين، المهم ده بدلناه. فأنت الحمد لله يعني عدى عليك لعيبة كويسة، لعيبة تستحق ان تستحق انها كانت تكمل في نادي الزمالك. من اللعيبة دي كان ستانلي وهوتشي، بس لولا مبالغة ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة في ذلك الحين، وإن اللاعب كان نفسه يكمل في الزمالك بس الإدارة لاحظت إن المبلغ مبالغ فيه. بس كده مش هطول عليكم، احنا الفيديوهات دي مش هتبقى طويلة قوي، أنا حكيت لكم أبرز اللي عمله مع الزمالك. هي كانت سنة 25 مباراة، 6 أهداف، 4 أسيستات، من أهم المباريات اللي أحرز فيها أهداف كان الوداد المغربي هناك وسان داونز هنا. بس كده زي ما قلت لكم، قولوا لي في الكومنتات تحبوا الفقره دي تبقى اسمها ايه، انا حاولت افكر لها في اسم بس ما لقيتش، فكروا انتوا وقولوا لي في الكومنتات وانا برد على الكومنتات كلها وبشوف كله. دعمكم هيساعدني ان انا اكمل، وهيساعدني ان انا اطور المحتوى بتاعنا، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قبل ماتش الكاس ان شاء الله، يعني لو ما حصلش حاجه او ما جدش في الامور امور، هنتكلم عن الزمالك حاليا واخوان اوسوريو واللعيبه اللي معاهم والجهاز الفني، هنتكلم عن كل ده. لو حابين طبعا قولوا لي في الكومنتات. كان معاكم مصطفى، وقبل ما نقفل لايكاتك بتساعدني ان انا اكمل، والشير، وسلام.